اليوم حلقتنا بتكون فعلا يونيك ومختلفة لأنه بنناقش مواضيع غير. اي نعم. راح تكون معنا ضيفة عزيزة من خلال السكايب لأول مرة من خلال برنامج وياكم. منو بيكون معنا بعد دانا؟ ومعنا الدكتورة نادية العياضي ومعنا سعود الشامي، راح نقابلهم بعد شوي. بس خلنا ناخذ هذا السكايب. تبين على طول سكايب؟ يلا. جاهز لسكايب؟ جاهزة ولابسة عنابي بعد. اليوم معنا على السكايب دكتورة خلود. دكتورة خلود، الحمد لله على السلامة. مؤخرا وصلنا خبر إصابتك بالكورونا، وأكيد محبينك والناس اللي تتابعك اخترعوا عليك، فإحنا نبي نطمن الناس أن خلود بخير وبصحة وعافية، وراح نعرف الصج والتفاصيل شنو الأعراض اللي جاية معاها. هل دكتورة خلود جاهزة معنا على السكايب ولا نسولف؟ معنا دكتورة. أنا ما قاعد أسمعها. إحنا بخير، عساك بخير، طمنينا عليك. الحمد لله، مثل ما أنتم شايفين الحمد لله صحتي اليوم وايد أحسن. الحمد لله كل يوم يوم قاعد أصير أفضل، وأنا وايد مستانسة لأنه يعني غير أنه يعني هذا الظروف اللي أنا مريت فيها وايد تعلمت فيها بصراحة. تعلمت ان انا لازم احافظ على صحتي، تعلمت ان يعني كل شيء حوالينا، الفواكه، العطاير الطبيعيه، فيتامين سي الفوار حتى تلاقونه عند الكاشر، يعني شغلات بسيطه ممكن ان احنا تخلينا اقوياء وتقوي صحتنا، بس احنا قاعد نهمل نفسنا. يعني تعلمت من هذه الظروف اللي انا الحين قاعد امر فيها ان اهم شيء بالدنيا الصحه والعافيه. 100%. احنا لازم نحمد ربنا. مريت بايام يعني الله يعلم شلون، يعني فجأة قاعد اختنق، فجأة صداع، فجأة عوارض جسمي، بس الحمد لله اعتبر نفسي من اليوم عديت هالمرحلة، من اليوم ما اخذت كمام. دكتورة، شنو الأعراض اللي مريتي فيها؟ شلون عرفتي؟ اعتقد ان انت يبين معاك ان فيش كورونا بعد كم يوم، فشنو الأعراض اللي مريتي فيها؟ انا ما كنت نهائيا يعني شيء لا على البال ولا على الخاطر. أنا أساساً كانت عندي عملية تاريخ 6/5، صح، وقاعدة أسوي فحوصاتي عشان بدش العملية، فإجباري أسوي تحليل دم، إجباري أسوي أشعة الصدر، وإجباري أسوي فحص كورونا PCR. فسويت الأشعة، دكتور التخدير شافني قبلها بيومين كان يقول لي أشعتك مو زينة، أنت كنتي مصابة بالفيروس؟ قلت له لا، بس أنا فيني كحة، ما اعتقد يعني اني مصابه. قال لي لا، اشعتك تقول ان انت يعني فيك شيء، لازم تفحصين. قلت انا اليوم فحصي يولي البيت المختبر وفحص، ثاني يوم ولا تطلع نتيجتي. انا قبل اسبوع يعني صرت قاعد اقول ما ادري ايش فيني، فجاه مفاصلي قاعد تقورني، جسمي احس بحار مره، برد، صداع، كحه، بس ما توقعت كورونا. وبعدين في اعراض، طبعا كل جسم عن جسم يختلف. اي نعم. حسب نوعيه الشخص، حسب صحته، قوته. انا ما فقدت الشم، ما فقدت التذوق، ما يتلي حراره سبحان صح. الله. بس الام بالجسم، صداع وكحه قويه، احتاج كمام عشان اقدر اتنفس. نعم، الحمد لله على كل حال دكتوره. واحنا قلنا ما يصير دكتورة خلود قاعدة بالبيت وبروحها، واحنا ما نكون وياها ونطمن الناس. طبعا احنا نعرف دكتورة ان امين واليهال كلهم في الشاليه وانت قاعدة بروحك في البيت، صح؟ خلوني وراحوا، بس ما يخالف معذورين، وانا اللي قلت لهم روحوا، يعني ما ابي اعادي اليهال او امين، صح. بالنهاية يعني مسؤوليتي هذه، اذا انا عاديتهم راح يصير شيء برقبتي وبذمتي. زين دكتورة قولي الصج، دكتورة خلود انت وانتي في البيت شو تفكرين فيه وانتي قاعدة بروحك الون في مسلسل فيلم اسمه الون؟ شنو؟ هوم الون. ايه، انتي شلون انتي حين هوم الون؟ اول شيء قاعدة تبكين؟ شو قاعدة تسوين؟ لا مو طبعا دكتورة خلود، لا اول شيء كانت تفكر بلوكي امس مال شي ان الازرق، ثاني شيء تسوي طبخات. وايد نار حبيبتي دكتورة. تقول؟ لا تقول وايد نعم. اللث دانا ما شاء الله عليك أيقونة بالأناقة. يا حياتي، احنا ننطب تطلعين من الحجر ونسوي لك احلى عزيمة. بعد بنعيد العزيمة، اخاف انها متعادية من عزيمتنا، يعني الله لا يقول. طبعا مثل ما انتم شايفين
أنا متزقرتها والمكياج، وعلى فكرة بالفترة هذه يعني حبيت أقدم رسالة حق كل شخص الحين يمر بحجر أو راح يمر لا سمح الله، أو أي شخص مصاب أو مريض. أنتوا لازم تقوون نفسكم، أنتوا لازم تطلعون نفسكم من أجواء المرض. في ناس ممكن ما تتحمل تحتاج مستشفى من خالف، ولكن اللي عنده أعراض قادر أنه هو يطلع منها ويطلع من هذا الجو، يطلع نفسه، لا تعيشون في جو المرض علشان لا تمرضون زيادة. أنا اليوم حتى بداية الأيام اللي كنت فيها وايد تعبانة، قاعدة أصور لكم، أسوي توتوريالات، سكين كير، أسولف، أنكت، أضحك، ألبس، أقرأ كتب، قاعدة أسلي نفسي، أطلع نفسي من هذه الأجواء. إن شاء الله كلها فترة وتعدي، والله يبعد عنا هذا الوباء. آمين آمين. دكتورة الحين إحنا تقريبا خلصنا معاش، ما نبي نطول المعاش أكثر من كذي، إيش بتسوين الحين أول ما نمشي إحنا؟ بشوف لقائكم. شوفي لقائنا، خلاص شوفي لقائنا، والله يحفظك دكتورة، ونشوفك إن شاء الله بعد الكورونا الشفاء إن شاء بعد الله. الشفاء إن شاء الله. ألف سلامة عليك. الحين بالتلفزيون دائما متألقين ودائما أنيقين، والله يوفقكم أجمعين. حبيبتي أجمعين، ونشوفك على خير يا رب. يلا باي باي. يلا باي. شكرا دكتوره خلود. تهل سكايب يونس، ها احنا شلون كنا فيديو كول. ايه المفروض يلا من باكر ناخذ سكايب، كل يوم نختار لنا شخصيه من برا شريك البدايه. لا وخلود اكتف، يبينا مره نسوي معاها طبخه لان هي تحب تطبخ سي فود. انا بغيت اقول لها ان الكورونا مسويتها اكتف وهايبر وتصور. عموما نحب الحين نقول لكم خلوني اخذ فاصل ونرجع لكم بعد هذا الفاصل.